السلام عليكم شباب، مرحبا بالجميع. في البداية زي ما وضحت في الجروب، إن شاء الله في الفيديو هذا هنشرح موردين اللي هم هنشتغل معهم المواقع. طبعا هم هنشتغل على 5 موردين، كل شخص هو حر بيشتغل على المورد اللي بشوفه مناسب له حسب المنتجات اللي هيشتغل عليها. طبعا ممكن تشتغل على أكثر من مورد، مش شرط تكون مورد واحد. هنشرح كل مورد من الموردين المذكورين، من أمازون على إكسبريس، جوم، هوم ديبت، بانجود. طبعا اللي مشهور واللي معروف بالاغلب هو امازون وعلي اكسبريس، اغلب الناس اللي بيشتغلوا عليهم. ولكن جوم وهوم ديبت وبانجود هاي موردين موجودين بس مش كتير، اغلبهم اجانب اللي بيشتغلوا، بالذات عند العرب مش مشهورين كتير، لكن هم من افضل الموردين اللي ممكن تشتغل عليهم وتنافس فيهم. خلينا نبدا في امازون. في البدايه امازون طبعا حنفوت، تركزوا معي، حنفوت على امازون دوت كوم، في دوت يو كي، دوت في اف ار فرنسا او بريطانيا، احنا هنشتغل على دوت كوم انترناشونال. اوكي، هنيجي من هنا على ستارت، ننشئ حساب. طبعا هنشرح كيف ننشئ الحساب مع بعض. مثلا خلينا نكتب الاسم، الايميل، باسورد من عندك. احنا هننشئ حساب هنا، هناخد منتجات من المواقع هاي يعني. اوكي، بعد هيك create account، هيوصلك على الايميل. هيوصلك على ايميلك اللي هو الكود من امازون كونفير، لازم تفعل الحساب. تمام، زي ما هو موضح قدامنا وصل على الايميل، تاخذ الكود هذا، نروح على امازون وندخل الكود. تمام، فعليا احنا كان شأن حساب في امازون، مش مطلوب منا اكثر من هيك. اوكي، شرحنا التسجيل. الان كيف في شغله بدي اوضحها، حكيت عنها في بدايه لما في الفيديوهات السابقه، حكينا عن موضوع برايم. تمام، شو هو البرايم عشان نفهم شو طبيعه شغل البرايم. البرايم يا جماعة هو بيكون ميزة من الميزات اللي هو بيقدمها أمازون، إنه بيكون الشحن سريع وفري، فري شيبينج وخلال يومين. تمام، هاي ميزة البرايم عشان نكون فاهمينها. يعني الأغلب اللي بيشتغلوا دروب شيبينج بيشتغلوا على البرايم لأنه بيوصل سريع المنتج وبيكون فري شيبينج، وبيوصل سريع دائما بشكل عام. أغلب المنتجات بتكون فري شيبينج وبيوصل خلال يومين للمنتج. بس طبعا البرايم حتى نكون فاهمين، هلا هورجيكم إياها عملي، ما بتشتغلش إلا داخل يو اس اي، داخل أمريكا. إذا أنا ببيع من أمازون لا داخل أمريكا، إذا عندي أشخاص اشتروا من أمريكا نفسها من إي بي. أوكي، طبعا هنا عشان أنا عندي اللوكيشن ماليزيا مش حيظهر عندي. لو بحثنا عن أي شيء مثلا تويز، نفترض دائما أخذناه كمثال، خلينا نمشي على التويز، هما هيهم ظهروا برايم، ولكن لازم أنت هنا بتيجي عشان يظهروا لك. لما تيجي تشتري المنتج دخل كأنك عشان يظهر لك كل المنتجات اللي انت بتشتري عليهم، دخل مثلا عنوانك بدل ما هو ماروكو او بدل ما هو ماليزيا بدل ما هو فلسطين، بتحط اللي هو يو اس اي. طبعا مش هتلاقي هنا موجود يو اس اي، هنا بيتعاملوا مع امريكا من خلال اللي هو الزيب كود. تمام، الزيب كود هنا طبعا الداخلي، ادخل مثلا الزيب كود تبع نيويورك. شوف هو هنا صار نيويورك زي ما احنا شايفين، هنا هيظهر لك اغلب البرايم، هتلاقيه صار يظهر. لو ما ظهروش عندك بس غير اللي هو العنوان عندك لاي زيب كود، اي ولايه، اكتب على جوجل طبعا ولايه نيويورك، الزيب كود لنيويورك، لاي ولايه بامريكا بيعطيك اللي هو البرايم. هذه علامه برايم عشان نكون فاهمين، علامه برايم هذه معناته انه المنتج فري شيبينج وحيوصل خلال يومين. خلينا نفوت مثلا على واحد من المنتجات، نفترض هذا. طبعا امازون هنا هاي شايفين تراي برايم، امازون بيعطيك خدمه برايم هاي، بيعطيك 30 يوم مجانا، بعدها بتصير تحاسب تدفع عليه رسوم شهريه. انا هعطيكم طريقه، تمام، انه انتم كيف تفعلوا البرايم هذه لست اشهر من خلال ايميل. تمام، الايميل هذا احنا بنشتريه بواحد ونص دولار، واحد ونص دولار بيضلوا معنا برايم فعال 6 اشهر، خدمه البرايم فعالة عندنا 6 شهور كاملين. هم هاي بيعملوها للطلاب الامريكيين، فاحنا الايميل اللي احنا بناخده، احنا بنشتري ايميل من اي بي. بما انه احنا بنحكي عنها، خليني اشرح لكم اياها. لما بدك تجيب البرايم تفعله، حتروح على اي بي نفسه،
مثلا ايه بيه. تكتب هنا اللي هو امازون برايم مثلا، امازون برايم ستودنت، وبكون ب2 دولار. هنا هي ب3 دولار موجود امازون برايم، في حتلاقي اقل من هيك، حتلاقي ب2 دولار اسعاره، ممكن تلاقيه ب2 دولار بدولار ونص احيانا بيكون. انت لما تيجي تشتريها طبعا مش حنستخدمه الان الا لما نيجي نعرض اول منتج عندنا. اذا الناس اللي حتشتري على امازون تمام ما يفعل البرايم سواء الفري الا لما تيجي تنزل اول منتج عندك وتبلش تحقق مبيعات عشان تكتسب المده هذا. اول شغله بتفعله فري شهر، بعدين بتفعل الايميل بتشتريه بدولار ونص بيعطيك 6 شهور. تمام، هو ممكن ب2 دولار تلاقيه اسعاره متفاوته، ب2 دولار بدولار ونص ب3 دولار اقصى شيء، يعني بيعطيك 6 شهور لخدمه البرايم. تمام، هل هاي منتج احنا دخلنا عليه في امازون؟ هنا بكون معطيك عنوان المنتج تمام، برايم، هاي برايم فري شيبينج تمام، حيصلك خلال 2 يوم. طبعا هنا هذه ميزه البرايم. لما تيجي هنا ننزل تحت نشوف اوكي، هنشوف شو هي معطينا بيانات عن المنتج. هنا بتنزل تحت حتلاقي بيانات المنتج كامل، مثلا هنا المقاس كام عندك، اللي هو الوزن بيكون موجود، كل التفاصيل بتاعت المنتج اللي هي سي ان. هاي اللي احنا شايفينها هي عبارة عن كود، الكود هذا كل منتج في امازون بيكون له كود خاص فيه، خاص فيه. في مواقع بتبحث عن المنتج هذا من خلال الكود نفسه. اوكي ننزل تحت نشوف شيبينج. اوكي هنا لو بدنا نشرح هذا مثلا، هنا الوزن زي ما قلنا، والكود تبع هنا، عمر الشركة نفسها، عمر الشركة قديش صار الشركة اللي منتجة للمنتج هذا 4 سنوات. اوكي هنا البست سيلر، افضل البائعين، هنشرح موضوع البست سيلر كمان في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. التصنيف طبعا للستور نفسه، كم ستار تلاقيه موجود هنا. هلا لو بنيجي هنا بتلاقي كل تفاصيل المنتج اللي انت بدك اياه الصفحة هذه، كل حاجة بدك اياها بتلاقيها موجودة المنتج. كل شيء بيطلبوا منك لما تدخل بيانات المنتج هتلاقيها موجودة صفحة، من ديسكريبشن، كم سعره، فري شيبينج، كم بيوصلك، يعني هنا بيوصلك مباشرة بعد 2 يوم بالنسبة للبرايم. نيجي هنا كأننا نشتري، هنا في عندك تراي برايم، امازون برايم. هنا لو بدك تقرأ عنها شو ميزتها وشو بالضبط المميزات تبعت البرايم تلاقيها هنا فاست. طبعا هو بيصلك سريعا خلال 2 يوم وفري، هذه ميزة الأغلب بيحاول بيشتغل على برايم، لأنه هذه ميزة من مميزات الأمازون، إنه بوصل لك المنتج خلال 2 يوم وبكون فري شيبينج بس داخل يو اس اي. اوكي نيجي كأننا بدنا نشتري منتج، حدا طلب منا منتج فلنفترض اوكي احنا لسه عملنا الحساب، وبالنهاية لما تكون انت مدخل بياناتك ومدخل البطاقة تبعتك هياخد بياناتك طبيعي لحاله. هنا ممكن تبحث، إذا بدك تبحث هنا تعمل سيرش من خلال، لو ما هو الزبون يشتري منك حيعطيك البيانات هذه. اوريدي انت حتيجي تشتري المنتج للزبون اللي اشترى منك، مثلا هو موجود بنيويورك بولاية كذا بأي مكان بدك اياه تمام. تيجي بتبحث هنا تعبي البيانات كاملة هاي الموجودة، الادرس، فلنفترض انها هي البيانات الموجودة عندي مثلا، اوريدي اخذ البيانات اللي على الجهاز. اوكي عبى البيانات هاي زي ما احنا شايفين، هاي كلها بتلاقيها تكون موجوده من الشخص اللي اشترى من عندك. اذا بدك تبحث عن وير هاوس يكون قريب منك، مثلا اقرب وير هاوس عندك اللي هو اقرب مستودع يكتب لك المنتج، تبحث بالزيب كود نفسه. مثلا نفترض نحط هو موجود تبع نيويورك، اذا شخص اشترى منك تاخذ زيب كود تبحث هنا تلاقي اقرب وير هاوس، تاخذ العنوان هذا او شيء، بتبحث تعمل سيرش بيعطيك. انت هنا حتدخل البيانات اللي هم اوريدي معطيك اياها، فما هي اعطاك الامازون، اعطاك القريبه منه وير هاوس القراب من العنوان اللي هو مدخل لك اياه او الكود. طبعا دير بالكم الزيب كود مهم جدا، يعني لازم انه احنا بنشتغل لازم ندخله عشان موضوع الشحن. اوكي تضغط على كونتينيو، هذا طبعا لما تيجي تشتري منتج تدخل البيانات هذه كل مره. اوكي بعد هيك
حتيجي هنا تختار طريقة الدفع اللي بدك تدفع اللي بدك تشتري فيها. هو بيقبل عندك كريدت كارد، طبعا فيزا، ماستر، ديسكفر، امريكان، كل اغلب الكريدت كارد بيقبلها، وبيقبل برضو في اللي هو امازون كود خاص بامازون، وفي جيفت كارد. جيفت كارد هلا هشرح لكم الجيفت كارد تبعت امازون نوعا ما، انه ممكن تفيدكم برضو فيها. وفي امازون دوت كوم، هي بطاقة امازون نفسها. هاي طرق الدفع اللي انت بدك تدفع فيها، بتدفع المنتج وتدخل بعدك لما تختار الكريدت كارد، تضغط على اداة الكريدت كارد، هاي دخل بقول لك دخل اللي هو الاسم والكارد ورقم البطاقة وتاريختها، اد بتضيفه وبتعمل شراء بعدك. اوكي، هنا بيكون بعدك لما تكون مدخل بطاقتك اوريدي حيصير مدخلك، لانه احنا عمالنا عملنا الحساب، حيصير يكون هنا بيكون جايب لك اللي هو تاريخ، اللي بيكون جايب لك السعر. انتبهوا لشيء واحد، تمام، حتكون موجودة تاكس، حاول اعملكم اياها عدة بس داخل البطاقة، حتكون موجودة هنا تاكس، تمام. هو مش موجودة بالاغلب، بس احيانا لما تيجي اعتبر حالك شريت بدك تشتري منتج وبدك تحط سعره قبل ما تاخذ السعر من هنا عشان ما تقعوش فيها، هذه مهمة جدا. كم سعر المنتج مثلا؟ اوكي، سعر المنتج مثلا هنا 16 دولار، تمام. انت هتعتمد السعر هذا، فانت قبل ما تاخذ السعر وتضيفه على اي بي، فوت كانك بدك تشتري المنتج وشوف اذا في عليه تاكس له ضريبه، اذا في ضريبه بتضيفها على سعر المنتج، اعمل حسابك انه هذه الضريبه حتنضاف لما تيجي تشتري المنتج، يعني انت اعتبر حالك كانك بدك تشتريه فعليا وما تشتروش، ولكن فعليا احنا كاننا نشتري. بعد ما يتم شراؤه احنا هنعرض المنتج عندنا على اي بي، بعد ما يتم شراؤه هنيجي نشتري. اوكي، بس السعر راعي، ادخل كانك بدك تشتري ودخل بطاقتك كل شيء، بس ما تعملش باي. اوكي، وشوف في الاول اذا في عليه تاكس ولا لا، معلوش تاكس اوكي خلص بتاخذ نفس السعر اللي انت بدك تضيفه، وبتضيف عليه السعر الطبيعي الربح اللي انت بدك تحققه نوعا ما، تمام. في شغله مشكله بس واحده حنواجهها في امازون، الاغلب ممكن بيعانوا منها بس مش عارفين شو حلها. حلها بسيط ان شاء الله. الامازون بيشتغلوا بشركه، شركه الشحن اللي هي اي ام زي ال. اوكي، الشركه هاي التراكنج نمبر بيعطونا اياه، هو بيعطونا كود، بيعطونا عباره عن كود، تمام. لما تيجي تشحن المنتج هيعطيك كود بعد ما تشتريه، الكود هذا في اي بي ما بيتعرفش عليه كتراكنج نمبر، يعني احنا لو صار اي مشكله مع الزبون وبعتنا تراكنج نمبر هذا او الكود هذا لاي بي، اي بي مش هيعترف بالكود تبع الام زي ال. هم طبعا في شركتين موجودين، يو اس بي برضه، يو اس بي سي وامازون وامزل. اذا احنا اشتغلنا على هذا هنشتغل ان شاء الله، هعمل لكم فيديو كامل في موضوع التوب سيلر وموضوع كيف تعمل الكود هذا تحوله لتراكنج نمبر، تمام. يعني في موقع هعطيكم اياه ان شاء الله، او اداه تراك بوت اسمها. التراك بوت هذا شو بيعمل؟ بتاخذ الكود اللي هيعطيك اياه في امازون وحتضيفه، هذا هشرح لكم اياه بفيديو ثاني ان شاء الله، وحتضيفه هيعطيك تراكنج نمبر بيعترف بتعرف على اي بي بدون مشاكل، يعني محلوله بالنسبه لموضوع التراكنج نمبر لامازون ولما نستخدم خدمه البراند، تمام. الفكره انه اغلب المواقع، عشان نكون فاهمين، اغلب المواقع نفس الاليه ونفس الفكره. كيف بتلاقي معنا؟ انت هتاخد معنا هي الصور تبع المنتج، مثلا هي الصوره، كل معلومات المنتج، فري شيبينج، العنوان، الديسكريبشن، وضحه بالنسبه لامازون. الموضوع سهل. لا نيجي نشرح الجيفت كارد، خلينا نرجع تاني على صفحه الشراء. اريد اخذ عنوان، بدي اخذ عنوان الجيفت كارد يا جماعه. هاي الجيفت كارد عباره عن كود بينضاف عندك في امازون. انت لو ما تيجي هنا، لسه عملنا انشأنا الحساب، هوريك في امازون هتلاقي الجيفت كارد موجوده عندك، هيها جيفت كارد، تمام. ممكن تشتريها طبعا من امازون، يكون عندك الكم، عندك رصيد هنا مثلا لو بدك تشحن رصيد في للجيفت كارد، تختار 150، طبعا في 50 دولار، 100 دولار، 200 دولار، 500 اللي انت بدك اياه، بتضغط. اذا بدك تضغط 20 دولار، 10 دولار، هنا بتضيف الاكونت مثلا، خلينا نقول 100 دولار، بتدخل بيانات بطاقتك، وممكن انت ترفع اللي هو المدرر. في الناس اللي بدها
الناس اللي بدها. هو طبعا بعدك بصير تدخل الكود تبعها وبتضغط على رول ريلود، هنا مباشرة بيفعل لك، بتلاقيها موجودة عندك في البالانس، هنا صار عندك 100 دولار، صار عندك 50 دولار حسب اللي انت مفعلها. ميزة الجيفت كارد انه هي تعتبر نوعا ما ميثاق ثقة اكثر بالنسبة لامازون، يعني هو بيثق فيك اكثر بالنسبة لامازون لما تشتري بالجيفت كارد، لان هي خاصة بامازون، يعني مش ميزة كبيرة، ولكن بالنهاية اذا نعرفها ممكن احنا نستفيد من شغلة. انه هنا هبعت لكم طبعا ان شاء الله هنشر لكم الرابط، هذا الموقع هذا شو بيعمل، ببيع جيفت كارد ممكن تشتري من خلاله. هنا ممكن تشتري مثلا هي 50 دولار اوكي ب 47، مثلا عندك 100 دولار ب 93، انت بتشحن حسابك في امازون، بس كل ما بدك تيجي حدا يشتري بيطلب منك منتج انت عارضه موجود في امازون، بتشتري من مباشره من غير ما تدخل بطاقتك ولا حاجه، من الجيفت كارد نفسها يكون موجود عندك رصيد. اوكي هنا ممكن احيانا بيعمل عروض، بتلاقي الاسعار بسيطه، بتلاقي اقل ب 10 دولار، اقل ب 15 دولار، بتستفيد من العملات هذه برضه، بتشتري اللي بيشتغل على الجيفت كارد. هاي الموقع هنشر لكم اياه ان شاء الله، وفي كثير ادوات طبعا موجوده وشارحينها بتشتغل على الجيفت كارد. احنا ممكن نستخدم الكريدت كارد وممكن نستخدم الجيفت كارد، هذا بيرجع لك طبعا انت اللي بتختار بدك تشتغل عليه انت. اوكي هذا بالنسبه لامازون. ان شاء الله الان نفوت نشرح اللي هو علي اكسبريس. طيب الان نفوت على شرح علي اكسبريس، علي اكسبريس طبعا .com. اوكي هنيجي على جوين، كيف نسجل نعمل حساب في علي اكسبريس. نضيف الايميل، ايميل ادرس، اسمك، تضيف بياناتك انت طبعا، باسورد، كونفير باسورد كمان مرة، تعيد الباسورد، وبتدخل اللي هو اللي معطيك اياها الحروف هذه، كريت يور اكونت، الباسورد نضغط على كريت بعد ما ندخل الباسورد. اوكي سكر جوين، اوكي هيك تم التسجيل، نرجع على الاكسبريس، هيجاك كونفيرم ايميل مباشرة من الاكسبريس على الايميل، تضغط كونفيرم. فعليا فعل الحساب في علي اكسبريس. تمام علي اكسبريس زي ما هو واضح قدامنا. تمام علي اكسبريس بسيط طبعا، وهو موقع صيني بالاساس، وهتلاقي فيه اسعار ممتازه جدا ومنتجات ممتازه برضه ممكن تشتري عليه. كبدايه ممكن علي اكسبريس تبلش فيه، تبدا فيه، او انت بتختار طبعا المورد اللي انت بتشوفه مناسب للمنتج اللي بدك تشتري عليه. اوكي نيجي نختار مثلا على اي منتج، شوف كيف تم عرض منتج تويز، وهنا بيعطيك البراندات اللي هو البراند اللي هو الماركات في التويز، اذا بدك تختار ماركه معينه منتجاتها او اي شيء، تقدر تحدد البرايس من الى، تقدر تحدد اذا بدك فري شيبينج، كل التفاصيل هاي. فاحنا نفوت على اي منتج مثلا، هذا المنتج هنا طبعا نفس الشيء، هنا بيعطيك العنوان، عنوان المنتج، تمام، كم اوردر اذا بدك تفتح تشوف الاوردرات، اي كم اوردر، هذه هنعتمد عليها نوعا ما واحنا بنختار المنتجات، من وين الاوردر، متى تاريخ الشراء، من وين البلد، كل الامور هاي تكون موجوده هنا في الاوردرات اللي صارت في الشراء. هذا كم اوردر عليه طبعا، تلاقيها تحت العنوان،
هنا اذا بدك تختار طبعا الفيدباك، تشوف الفيدباك اللي عند الستار نفسه، اللي هو الستور نفسه، هو هذا تمام، هو هذا صاحب الستور زي ما احنا شايفينه. كم عليه التقييمات؟ 84% من عنده بيعمل، بيعطوه 5 ستار. كل التفاصيل تحت المنتج، التعليقات اللي على المنتج، هنا الشيبينج اند بيمنت، تلاقي تفاصيل الشيبينج تبعت المنتج، حتى لما تيجي تشتري طبعا بتلاقي تفاصيل كاملة. هو كالعادة يعني أغلب اللي هنا السيلر نفسه، شو تقييم السيلر، إذا بدك تفوت هنا شو بيحكي لك عن روتين الجلوسي، السيلر نفسه بتلاقي يكتب لك إياها. إذا بدك تحكي تشوف نفس المتجر، صاحب المتجر هذا هو المتجر تمام، وعنده 97% بوزيتيف فيدباك، بتروح على الستور تبعه إذا بدك تفوت عليه تشوف إيش في عنده، إيش بيعرض منتجات، إيش أكثر المنتجات اللي بتنباع عنده. إذا بتشتغل على مثلا تشوف شو أكثر شيء بيمشي عنده، تروح على التوب سيلينج. لما تضغط على التوب سيلينج هو هيجيب لك اللي هو النت ضعيف، هو هيجيب لك انه اكتر مبيعات اللي بحققها هذا الستور، شو المنتجات اللي ما بتنباع عنده اكتر شيء. فقط مجرد تضغط عليها هتلاقي المنتجات وكل حاجة وتفاصيلها. نرجع تاني هنا، انت هنا مثلا لو ضغط، لو علمت، شايفين هنا ستور، اسم الستور هتلاقي، تفوت هنا بتشوف اللي هو الايتم موجود عندك، هل الوصف، هنا بيقول لك كم التصويت عندهم، الوصف اللي انت معطيه الايتم ديسكربشن اللي هو الوصف اللي هو بيعطينا اياه في المنتج مطابق للمنتج نفسه، هنا 4.8 معطينه من 5 تصويت، التواصل يعني هو بتواصل بسرعة، الشيبينج برضو بروف هو عنده برضو مفيش مشاكل فيه، بيوصل بسرعة تمام. كل البيانات اللي لحالك انت بتلاقي من انك بتعلم عليها هتلاقي كيف تعرف الستور المفضل انه يكون عنده التصويت جيد والفيدباك جيد عشان ما تتغلبش معه وانت بتشتري. كم هنا مثلا تلاقي هنا كمان open 5 years، يعني انه ل5 سنوات المتجر هذا مفتوح، من 5 سنوات تمام، يفضل يكون فوق السنتين بالاحرى، اللي هو اكثر من سنتين لما تيجي تختار منتج وتلاقي اللي عليه فيدباك كويس، اللي ما يغلبكش ويوصل لك المنتج بسرعة بدون أي مشاكل. شوفي كمان إذا بدك تحكي، هنا في ميزة حلوة في العلي إكسبريس، هنا بتلاقي إذا بدك تحكي مع السيلر نفسه البائع تواصل معه، هنا بتفوت على كونتاكت، هاي تلاقيها بالمنتج نفسه بصفحة المنتج هتلاقي كونتاكت سيلر، هنا بتفوت بترسل اذا بدك ترسل رساله للبائع بدك اياه يعطيك مثلا في لون، فلنفترض لما نيجي نشتري المنتج هنا اذا في منه الوان ممكن يكون لون مش موجود، مثلا هاي الكولر، الكولر اذا بدك لون معين مش موجود، اذا بدك يغلف لك اياه بدك اياه يشيل الشعار مثلا تبع علي اكسبريس ما يبعتش الفاتوره، ما ممكن هنا تتصل البائع نفسه وتحكي له اللي انت بدك اياه. طبعا انت حتواصل معه عادي بشكل طبيعي انه انت بالنهايه شاري المنتج وبتقول له انا بشتغل الدروب شيبر. بعد هيك اذا بدك مثلا ينزل لك من سعر المنتج، صار انت شريت منه المنتج اكثر من مره، صار عليه اكثر من مبيع، بتتواصل معه بتقول له بتفاصله على السعر، يعني بتقول له انا عندك زبون دائم وكاستمر موجود بشكل دائم بشتري من عندك، فانت ممكن طبعا على الترانسليت، يعني الموضوع مش صعب كثير، على جوجل ترانسليت بتترجم، تكتب اللغه العربيه الفصحى وتكتب له رساله بدك اياها، بتتواصل مع الناس اللي ما عندهمش مع الانجلش مش على الانجليزي. اوكي موضوع بسيط، تكتب له اي شيء بدك اياه بتواصله وهو بيرد عليك. وطبعا بكون من هنا فرجيتكم، هنا يبين لك اذا البائع التواصل عنده كويس، شو التصويت وكل الامور هذه تمام. هنا هي هو اوريدي بيرد عليك بسرعه، يعني 4.8 من 5 معطينه انه هو بيرد بسرعه ما بيتاخرش. بالنسبه عليك في الريس بسيط كثير، يعني مش صعب. هنا ممكن من عند اسمك بتلاقي هنا ماي علي اكسبريس، ماي اوردر، ايش في عندك اوردرات موجوده،
تمام. مثلا لو دخلنا على ماي علي اكسبريس تلاقي هنا كم اوردر عندك، اذا في عندك مسج رسالة بتوصلك ومكتوب لك اياها، هنا بتلاقي الرسائل، او هنا بتلاقي اللي هو المسج اذا البائع رد عليك انت رديت عليه، بتلاقي مسجات عندك مواجهة، هنا كم اوردر موجود استخدمت الحساب. طبعا الحساب احنا عمالنا انشأناه بكون الاوردرات اللي انت تم الشراء منها تكون موجودة هنا، كل التفاصيل تبعت الاوردر تضغط من هنا على ماي علي اكسبريس. هي هنا ماسنجر بتلاقي الرسائل اللي بعتوا لك اياها، لو رد عليك البائع او رد عليك شيء. صح، نيجي نفوت كأننا بدنا نشتري اي منتج، مثلا نعتبر حالة زي ما وضحت لكم، تأكدوا من شغلة لما تيجي تشتري، تأكد انه هنا اذا انت بتشتري على فري شيبينج، تأكد انه هنا فري شيبينج، هو معطيني فري شيبينج لماليزيا طبعا بيصل خلال 22 ل 38 يوم. هاي البيانات انت هتستخدمها عشان تدخلها في المنتج لما تيجي تضيفه، والعنوان والوصف والامور هاي كلها، وكم اوردر موجود منه هذا المنتج طبعا. في شغله بدي اتاكد عليها لكم، تمام، قلنا لما نيجي برجع اذكركم فيها، تذكروا الفيرو او بي، الفيرو او بي اوكي، اذكركم فيها. بنيجي بناخد البراند نيم قبل ما اشتغل على المنتج وابدا اشتغل عليه واضيفه على المتجر عندي، بتاكد انه مسموح ارجع ابيعه في اي بي ولا لا. انه بنيجي بنروح على جوجل، بتفوت على الفيرو، راح اذكركم اياه من باب التذكره عشان لما تيجي تختار تشتري المنتج تتاكد قبل ما تشتري او تعرضه على متجرك فيرو اي بي. هنا بتتأكد إذا مسموح ولا مش مسموح تشتغلها، تنزل هنا تحت شرحتها بالفيديو السابق، ولكن أنا بس من باب التذكير عشان ما تنساش. تضغط على فيرو هنا هتلاقي يعطيك الشركات المسموح، كنترول اف تعمل بحث هنا، بحث بالشركة. فيرو زيرو يعني اوريدي هو مش مذكورة من ضمن الشركات هذه، لو مذكورة كان أعطاك إياها واحد على واحد وعلم لك عليها أنا مذكورة. يعني أنا ممكن أشتغل على المنتج هذا اللي أنا كنت فاتحه. أوكي، هنا بتلاقي في الديتيلز زي ما وضحت من شوي كل التفاصيل تبعته، الديتيلز، فيدباك، شيبينج، سيلر، اللي هو كم كل التفاصيل تبعت المنتج هنا، كم المقاسات، التقية، كل شيء، كم سنة له، جندر، اسم الشركة اللي اشترى عليها، الماركة، شوف الستور زي ما قلنا. طبعا علي اكسبرس مش كتير صعب يعني الشغل عليه، سهل جدا. انت فوت بس بدك تشتري منتج كمشتري، لانه احنا هنشتريه ونحطه للشخص اللي اشتراه، نبيعه ونبعته للشخص اللي شراه من اي باي. هنيجي نضغط ار على الاكسبريس، حلو فيه انه ممكن تلاقي ناس بيدعموا بيبان، وممكن اغلبه بيتعامل بالكارت الكريدت كارد. هنيجي على باي ناو، علم طبعا شو اللي بدك تشتريه في البدايه، باي ناو. هنا طبعا هياخد منك بياناتك اللي اوريدي عشان يشحن لك عليها، هيطلبها منك هذه البيانات اللي هتاخدها من الشخص اللي اشترى من عندك المنتج. مثلا وهي ظهر زي ما احنا شايفين، هو هنا عنوانك اللي هيشحن عليه، تمام. هتيجي هتشوف شيبينج هنا ايش موجود، وموجود لك فري شيبينج تراكنج افيلابل، هذه مهمه جدا حكينا عنها، لما تيجي تشتري المنتج تاكد انه في تراك نمبر موجود افيلابل، كانه هو مسموح موجود لك تراك. هنا في فري شيبينج خلال 22 يوم ل 38 يوم، في ممكن تستخدم على اكسبريس ستاندرد شيبينج ب 1 دولار بوينت 77 خلال 18 ل 30 اي امس، طبعا ممكن تشتغل ب 31 دولار 13 ل 27، انت طبعا تختار اللي بدك تشتغل عليه. الفري شيبينج قلنا في البداية نشتغل على الفري شيبينج أفضل، إذا بدك تبعت رسالة للبائع نفسه وأنت بتشتري المنتج كي ممكن تفوت من غير الطريقة الثانية، وبتلاقي السعر موجود لك هنا وبتضغط على بيمنت، تختار البيمنت اللي بدك تختاره طبعا، فيزا، تدخل بيانات الفيزا تبعتك، الكارد نمبر والتاريخ الانتهاء، هاي التفاصيل اللي أنت أوريدي هتكون اعتدت عليها. هذا هو علي اكسبريس، كيف نشتغل منه، كيف نشتري منتج علي اكسبريس. في منتجات بتلاقي فيه شو ما بدك، شو ما تتخيل هتلاقي منتجات عندك في علي اكسبريس.
تمام. هنا تبدأ كومان مثلا ملابس نسائية، بفوت على جاكيت كذا، هنا بتلاقي فان. طبعا هنا المجال المنتجات الموجودة واللي بدك تشتغل، إذا بتشتغل في الصحة تشتغل للبيبي للشوز، حسب أنت شو المنتج المجال اللي بدك تشتغل عليه. تروح على الهيلث، تروح هنا تروح هنا، هذا بيرجع لكل شخص طبعا شو المنتجات اللي بيشتغل عليها. حنتطرق بعدين كيف نختار المجالات الكويسة اللي بنشتغل عليها وكيف نختار المنتج بشكل صحيح إن شاء الله. احنا اليوم حنشرح فقط اللي هو على اكسبريس المنتجات الموجودة فيه. تمام، تقدر. خلصنا على اكسبريس، واضح جدا، مش سلس الموضوع. نفوت على الموقع اللي بعده اللي هو الجوم. تمام، الآن نشرح موقع جوم. هنفوت، هعطيك روابط المواقع كلها إن شاء الله. طبعا لما تيجي تسجل، سجل عن طريق الإيميل. أنا من الأشخاص اللي دايما بفضل أسجل، أروح أسجل، دايما من الأشخاص اللي بفضل أسجل بالإيميل أفضل ما إنه أسجل بالفيسبوك أو أي شيء. هذا برجع لك طبعا، إن هاي الإيميل أفضل لك. اسمك، فلنفترض دخل الإيميل، ايميل خاص بيك، باسورد، كمان مرة بنعيد الباسورد تاني، اغلبهم نفس الفكره، ولكن نفهم ايش اللي يميز هذا عن هذا، وانت طبعا تحدد اذا بدك تشتغل على اي موقع. هنا هذا هو الجوم. المميز جوم يمكن مش كتير معروف، هتلاقي فيه منتجات يعني كتير موجوده واسعاره ممتازه جدا، مش غاليه، وبنفس الوقت الشيبينج فيه سريع، الشحن، وبتلاقي فيه شحن كتير موجود وسريع كمان بيكون. والميزه الاكبر انه هو بيدعم بيبال. تمام، يعني انت ممكن تشتري، شخص شرى لك دفع لك بيبال، مش هتضطر تروح تشحن بطاقتك، لا تشحن مباشرة، تشتري من بيبال مباشرة من عندك من الرصيد اللي هو بعت لك اياه، بتروح تشتري بيبال من بيبال، بتحاسب في جو. يعني ناخذ مثال منتج من المنتجات، هنا بتلاقي حسب اللي بدك تشتري عليه، مجالك شعري، بيبي، واتش، اللي بدك اياه مثلا. خلينا نروح على بيبي. اختار أي منتج عندك إياه، مثلا هذا المنتج. هنا بيعطيك طبعا العنوان، نفس الشيء بيعطيك العنوان، فري شيبينج 15 لـ 45 يوم. طبعا بيعطيك تراكنج نمبر، بيدعم تراكنج نمبر وكل شيء، بتلاقي التفاصيل تبعته هنا اللي هو الفيدباك، كم عنده فيدباك، شو طبيعة الفيدباك، طبعا تصنيف المتجر نفسه، اوكي. نيجي كأنه بدنا نشتري منتج، هو تقريبا كلهم زي ما قلنا متشابهين نفس الفكرة، هتلاقي بيانات المنتج كاملة هنا. إذا بدك تفوت على الديسكريبشن، هنا ديسكريبشن، تضغط على شو اول ديسكريبشن، بتلاقي هنا الوصف كامل، البيانات اللي بدك اياها موجودة، بتلاقيها كلها في صفحة المنتج نفسه. اوكي، نروح نشتري كأنه بدنا نشتري المنتج. أنا أدخل بيانات الشحن الخاصة فيك، طبعا أنت هتدخل بيانات الشحن الخاصة فيك، هتلاقي اللي هو من خلال بيبال مثلا. ها ثانية، أنا أي شيء بدخل مثلا، رقم موبايلك،
ضغط على سيف، هيدخلك على صفحة الشراء طبعا، وأخذ هنا بياناتك اللي أنت دخلت له إياها، الشيبينج أدرس اللي هيشحن المنتج عليه. هنا موجود عندك اللي هو تدفع من خلال البنك، بطاقة البنك أو أذر، إذا بدك تختار بيبال. هنا حتلاقي بيبال، بيبال لما تضغط على بي هيفوت مباشرة إنه يسحب من حسابك بيبال، هيقول لك دخل لي بياناتك بيبال وبتشتري من خلال. تقريبا الموقع شرح نفسه ونفسه، يعني مش صعب، نفس المواقع هي، بس لكن هنا الميزة إنه بيقبل بيبال، عندنا شحن سريع، جو من المواقع الأفضل، المواقع اللي اشتغلت عليهم بصراحة، شحن سريع، في عندهم تواصل سريع، ما بتتغلبش في الأمور هاي، بنفس الوقت بتتغلبش بالروتير، بتتغلبش بأي شيء. والميزة تبعتهم زي ما قلنا إنه بيقبل بيبال بالأساس. نرجع تاني للموقع. نرجع شوف، عرفنا كيف لو بدنا نشتري منتج. طبعا هنا انت بتلاقي الاوردر اللي انت شريته، مثلا ماي اوردر، اذا انت شاري اوردر بتتبعه من خلاله. طبعا ما فيش هنا الحساب عملنا انشأنا، ما فيش فيه اي اوردر او هيك شيء. جون واضح، يعني انت تقدر تاخذ جولة على المنتجات اللي موجودة عندك هنا، شو اللي موجود بالضبط، كيف الاسعار. مثلا لو بدنا نروح على هوم كيتشن، تلاقي ادوات المطبخ اسعاره، طبعا اسعاره جدا ممتازة. تعرف اللي هو بتبحث عن البراند، بتبحث عن الكواليتي تبع المنتج نفسه. تاخذ جولة في الموقع بشكل عام، يعني شرحناه. نفس الشيء بتلاقي الوصف هنا، الديسكريبشن، تفوت هنا بتلاقي طبعا هي موجود، بيعطيك البراند نيم، بيعطيك كل التفاصيل بتاعت المنتج، المقاس، كل حاجة، كم كيلو، بعد الشحن، كل التفاصيل بتلاقيها موجودة هنا للمنتج. انت هذه التفاصيل اللي هتاخدها هتدخلها في منتجك في اي بي، في معلومات المنتج، صور المنتج، هذا هي هاي صور المنتج، هاي زي ما هي ظاهرة عندك. هذه الصور انت هتاخدها هتستخدمها في اي بي لما تعرض المنتج للبيع، فري شيبينج 15 ل 45، تقييم تبع الستار، تعليقاتهم، تعليقات الاشخاص على المنتجات. واضحة امور جوم. تمام، خلينا نفوت على الموقع اللي بعده. انت بتختار اي موقع بدك تشتغل عليه، بدك تختار اي بلاتفورم، اي منصة بدك تشتغل عليها، اي مورد بدك تشتغل معه، هذا بيرجع لك وانت بتشتغل تميز بين المواقع ان شاء الله. تمام، احنا شرحنا امازون وعلي اكسبريس وتشوم. طبعا كلهم بيبعتوا لك ايميل، بتفعل الايميل المواقع اللي مسجل فيها، هذا اجراء روتيني. هنشرح هوم ديبت. تمام، تشوم، هوم ديبت، بانجود، هذول مش معروفين كتير الناس اللي بيشتغلوا دروب شيبينج، عدد قليل اللي بيعرفهم فعليا. في منتجات موجوده، هذا ميزه ان انت تكون من اول الاشخاص اللي بيعرف موردين، اول الاشخاص اللي بيعرفوا المنتج متى بينزل، نزلت منتجات، انت تكون من اول الناس اللي نشروا المنتجات وجبت منتجات اوريدي مش موجوده في اي بي، مش موجوده في امازون. فهذه ميزه ان احنا نشتري على موردين نكون ثقه ومعروفين وبيغلبوناشهم اوريدي. هنا جون بيريحنا في بيبال، بانجود نفس الشيء، والهوم ديبت نفس الشيء. نشوف الهوم ديبت، الهوم ديبت هذا هو الموقع هوم ديبت دوت كوم. هتيجي تنشئ حساب من هنا، ريجستر، هننشئ حساب مع بعض. اوكي، البيانات الاعتيادية، ايميلك، باسورد، تمام، دخل الزيب كود الخاص فيك، رقم موبايلك،
إذا بدك تفعل التليفون بتفعله وبيرجع إلك طبعا، بدكش تفعله بتفعله عادي، خيار مش إجباري. هنا إذا بدك يبعت لك كود على على الموبايل ببعت لك الكود، أرودي أنا مش هفعله، اختار إذا بدك شو بدك هنا سبسكرايب، خليه داون ديبوت ستايل ديكور شو بدك يعني. تمام، هذا هو هوم ديبوت زي ما احنا شايفينه. الموقع برضو سهل مش صعب، لما تيجي تشتغل عليه تفوت على مثلا تفوت على اي منتج مثلا، هذا اللي هم موجود في الصفحة الاولى. طبعا انت بتيجي بتعمل سيرش هنا، بتبحث عن اللي بدك اياه، اوكي، من وين اللي بدك اياه بالضبط، تكتب اسم المنتج، تكتب شو الطبيعة اللي بدك اياه، بالهيلث الصحة كذا، بيعطيك اللي هو سيشن، بتفوت على كاتيجوري. مثلا هذا المنتج اعتبر حالنا بدنا نشتريه، هنفوت نشوف شو بيعطينا. اوكي، هنا عنوان المنتج، سعره، تمام، اذا في اسئلة شو الأسئلة والأجوبة تبع الناس اللي بيشتروا المنتج هذا. هنا بدك تشوف يعني التصويت اللي هو تقييم المنتج نفسه، الكواليتي، كل التقييمات هاي بتلاقيها موجودة عندك، بتضغط عليها. هنا نفس الشيء، هيها يعني هنا مثلا المنتج ممتاز تقريبا، كواليتي ممتازة، كل شيء، هو استخدامه سهل، كل التفاصيل هاي بتلاقيها موجودة بالمنتج نفسه. لما تفوت على صفحة المنتج هتلاقي التفاصيل هاي، انت حاول تشوف يكون المنتج ممتاز عشان ما تتغلبش في موضوع الريتيرو، تأكد موضوع الديسكريبشن، احيانا بيكون مكتوب ديسكريبشن وشغلات ما لهاش علاقة بالمنتج اساسا. تمام، لما نقول تبعت ترسل تروح ترسل المنتج للمشتري، طبيعي هو هيعمل ريتيرو، هيقول لك هذا المنتج مش كيف ما هو موجود بالوصف، هاي تأكد من هذا، يعني يكون في عنده تصويت والفيدباك ممتاز، انت ما تغلبش. هنا مثلا لو بدك تروح الوصف تبع المنتج، كل معلوماته، معلومات البطارية تبعته، كل التفاصيل الخاصة بالمنتج بتلاقيها موجودة. نفس الشيء هنا بتلاقي برضو المقاسات، البراند نيم، اسم الشركة، كل التفاصيل الخاصة بالشركة والمصنع المنتج والمنتج نفسه. أسئلة الناس هذا بتفيدك، تشوف الناس ايش بتستفسر، عايش بتدور، عايش تبحث أحيانا. طبعا هذا احنا شرحناه، هذه هي الفكرة. خلينا يعني نيجي نفوت كأننا بدنا نشتري المنتج. اوكي، خلينا نفوت على اد مباشرة. هنا ممكن تستخدم بيبال، تمام، وممكن تشتري بالكريدت كارد، يعني لو تضغط على الكريدت كارد هيدخلك اللي هو تدخل بيانات الكريدت كارد الخاصة فيه، ضغطت على بيبال هيدخلك على تدخل على حسابك بيبال، بتحاسب المنتج من بيبال. هنا بتدخل له معلومات الشيبينج، اوكي، صارت واضحة الأمور، ما بديش أكتبها تاني. تدخل معلومات الشيبينج الخاصة فيك اللي بدك تختارها، طبعا هو بيكون باعت لك إياها أوريدي، الزبون عنوانه وكل التفاصيل هذه والزيب كود تبعه. تختار إذا بدك بيبال ولا بدك تدفع ببال، لو اخترت ببال حيدخلك اللي هو تجيب اللي تفوت على حسابك في ببال، هذا أمر طبيعي. هذه ميزة برضو من مميزات اللي هو الهوم ديبت، انه بيقبل ببال. اوكي، اوكي، هينا حنفوت طبعا، هو لما هدخل هيدخلني على حسابي في ببال، انا اوريدي هلا مش حنشتري، بس عشان نكون فاهمين كيف لما نيجي نشتري المنتج اللي بيصير معنا وشو المعلومات اللي بطلبها منه. اريد انا باخذ معلومات الشخص اللي اشترى من عندي، بدخل لهم اياها للشيبينج عشان هم يشحنوها. لو شخص اشترى المنتج هذا مني، تمام، انا بدخل له المعلومات الخاصه فيه في الشيبينج والتفاصيل كامله تبعه. الامور سهله مش صعبه كثير، تقريبا هي خطوات هي بجميع الموردين. هتكون شوفي شغلات مهمة هنا، بتلاقي الأوردر اللي انت شريتها، بروفايل خاص فيك، المفضلة إذا انت بدك تضيف حد على المفضلة، المنتجات أو ستور معين بتضيفه على المفضلة عندك، الناس المتابعينك،
كل التفاصيل هنا ماي اوردر، البطاقة اللي انت رابطها في الموقع لو رابط بطاقتك، اوكي يعني واضح انه ما فيش عندنا اوريدي، ما فيش عندنا ما فيش عندنا اي اوردر في الحساب لسه جديد عملناه. هتلاقي هنا في موجود عندك جيفت كارد بالانس موجود في الهوم بيج، الهوم دوبيت نفسه نفس فكرة الجيفت كارد بتاعت امازون، تشحن حسابك وممكن تصير تشتري من خلاله. انت بتيجي بتاخد تاخد اطلالة على الموقع، هنا شوف شو اللي بدك اياه، مثلا ايش بدك تشتري على هنا، هاي بتلاقي كل كاتيجوري اللي بتشتري عليها، مثلا تقول شو اللي بدك اياه بتشتري عليها، هل صحة بيلدينج، كل التفاصيل هذه بتلاقيها. اوكي صار واضح تقريبا اغلب المواقع هذا هم دي بتورم الموردين اللي انا اشتغلت معهم، ممتاز برضه بوصل المنتج بسرعة، واغلب شغله بيكون فري شيبينج، بتلاقي كثير منتجات فري شيبينج ويغلب كاش في الشحن، وبيوصل المنتج بدون اي مشاكل، تقدر تتواصل معهم في اي وقت. تمام نفوت على البانجوت الان. طبعا قبل ما نفوت على البانجوت في عندنا هنا اللايف شات، تمام اذا بدك تحكي معهم شات مباشرة بردوا عليك دايركت، اذا في عندك اي مشكلة بدك تغير، بدك لون، بدك شيء مش موجود، ما وصل كاش، وصلك المنتج، تراكنج نمبر، اي شيء تتواصل معهم مباشره من هنا من اللايف شات او من خلال صفحتهم الفيسبوك ممكن تتواصل معهم. التواصل معهم الهوم دوبت سلس مش صعب، زي ما قلت لكم بتواصلوا مع طول. طيب نشوف بانجود، خلصنا هناك الهوم دوبت. تمام هذا بانجود، هتيجي على البنجود هنشر لكم الرابط طبعا كمان k.com، هنروح على جوين نعمل حساب فيه. البنجود في ميزه حلوه على فكره، الجوم والبنجود ما يعني مش كتير، زي ما برجع اكد المعلومه مش كتير معروفين، فركزوا معهم، مش شرط امازون او علي اكسبريس، علي اكسبريس ببدا فيه ماشي، بس هذول الموردين انا ممكن اشتغل معهم واستفيد بشكل اكبر، يكون عندهم منتجات مش موجوده في علي اكسبريس، مش موجوده في امازون مثلا. قلنا كيف هذه ميزه، انت بتعرض منتج اوريدي الكل بياخذ من امازون، انت ماخذ من مكان ثاني، ما تفكرش مثل الكل، الكل بيشرح امازون 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 امازون. اوكي في موردين كتير في العالم ممكن يشحنوا لك ونفس خدمه امازون، يعني البانجود مثلا تقريبا عنده ميزه في امريكا بينافس اللي هو الامازون برايم، بيوصل لك المنتج خلال يومين وفري شيبينج كمان، هو منافس للامازون في امريكا، وعندهم تقريبا عدد كبير جوم البانجود والهوم ديبر، عندهم وير هاوس مستودعات في اكثر من دوله، يعني ممكن في اي دوله بتلاقي انه ممكن يوصل لك يا سريع، يعني عندهم كثير موجود وير هاوس. اوكي ندخل بيانات الايميل، هذا هو الإيميل، باسورد، كمان مرة باسورد، الدخل هي ال مالكم صعبين كثير، كريت اقعد اتعلم على كريت توافق، اذا بتقرا اللي هو البرايفت بوليسي، بتقرا شو سياسات الخصوصيه اللي عندهم، تقدر تطلع عليها طبعا تقراها. لازم تفعل الايميل، كل اللي سجلنا فيهم فعل ايميلك، يعني هو اوريدي حتلاقيه بعت لك اللي هو تفعيل على الايميل انه فيريفيكيشن على الايميل. هنا مثلا هاي الهوم ديبت هتلاقي كونفيرم ايميل هتفعله، اوريدي انا كونفيرميشن يور اكونت بدك تفعله، خلينا ما وصلش لسه الايميل بانجود. اوكي لحد ما يوصل براحته، انت حيوصلك الايميل بتفعل الايميل في البانجود. تمام البانجود في عندهم هم اوريدي شغالين عشان تكونوا فاهمين، شغالين على الدروب شيبينج، عندهم برنامج خاص للدروب شيبينج، يعني لو رحنا هنا على ماي اكونت
تنزل لتحت حتلاقي هنا بروجرام سنتر، اختار البرنامج اللي هنشتغل على، هنفعل الدروب شيبينج بروجرام. اوكي، هنختار بروجرام دروب شيبينج. اول حاجه من الخطوه بنعملها بنفعله، بتدخل بياناتك الطبيعيه. خلينا اوكي ندخل بيانات، تمام. هنا بتجيب له اللي هو ايوه اللي موجود هذا، لا مش صح عليه، بتجيب له اللي هو عنوانك في اي بي، عنوان المتجر الخاص فيك. تيجي على اي بي هنا، على تضغط على اسمك اي بي، تاخذ الرابط هذا تدخله اياه، هو رابط المتجر اللي عندك او رابط الحساب، وتدخله هنا. كيف تختار الدولة وين انت موجود؟ فيسبوك هذا اختياري، اذا بدك تضيفه او ما تضيفوش برجع لك. تيجي تختار هنا، بتكتب اسم الدولة، اي ماليزيا هو كان مختار بالاساس. اذا في اي ملاحظة اي حاجة، هدفها بالنهاية اي اجري نفعل. اذا بدك تضيف عن حالك، عن معلومات عنك، عن وين، هو لازم نفعل الايميل في البداية. واصل ريسنت، نعمل لو ما وصلتكش استنى شوي على الكونفيرم، ما وصلتكش اضغط على ريسنت ايميل، تلاقيه وصلك بعد. بتفعله طبعا، بتفعل من الايميل، بيصلك الايميل بتفعل، بكون هنا اوريدي خلص تم الربط. اخترت اللي هو اللي بقوله كونجراتوليشن، اللي هو صار مفعل عندك البروجرام لدروب شيبينج. تأخر شوية مش مشكلة براحته، تمام. نيجي نفوت نشوف الموقع لحد ما يوصل براحته. نيجي ندور على منتج مثلا، هنا كل الكاتيجوريز اللي بدك تشتغل عليها، انت بتختار طبعا حسب المنتجات اللي انت بتشتغل عليها، اذا انت متخصص بنيش معين او بتشتغل على مثلا هاي باك شوز. هنا في ميزة اللي هو الافلييت، اذا تشتغل على افلييت، اذا تشتغل عليها انه انت ممكن تنشر الرابط من خلالك، يصير الناس يشتروا او يسجلوا بموقع، وانت بتاخد كوميشن طبعا اذا تشتغل ببروجرام اللي هو الافلييت. ضغطنا على الافلييت، طبعا تيجي من هنا بتسجل وبيعطيك رابط لينك خاص فيك، تصير تنشر الباكج لو بدك تنشر البانجود. أول شي تستفيد من موضوع الأفاليت عشان نشرحه، هنا هي بعطيك مثلا بدك ومان ما من اللي انت بدك اياه، منز مثلا، هتلاحظ شغلة هلا لما نكتبها في موضوع نفس فكرة البرايم. حاليا هو ماخد عنواني انا، مش هيظهر لي البرايم كتير، لكن لو انا دخلت عملت سيرش انه اجى شخص من يو اس اي، داخل يو اس اي اشترى مني منتج، انا بغير هنا، شايفين هاي شيب تو ماليزيا، تمام. خلينا مثلا اغيرها في البدايه، نحط يو اس اي يونايتد ستيت، هاي يونايتد ستيت، خليها دولار سيف، وهيغير لي اياها يونايتد ستيت. تلاقي انه هيظهر عندك منتجات ممكن توصل خلال يومين، مثلا هذا البانجود على فكرة من أفضل الموردين، وكتير أشخاص بيشتغلوا عليه ومستفيدين جدا، وعنده منتجات مش موجودة في أمازون وعلي إكسبريس، منتجاته حصرية وأسعاره مش غالية، تمام. هاي الشيبينج هنا مش طبعا مش فري شيبينج، هنا بواحد موجود الشيبينج تقدر تفوت عليها كذا، هنا شو العنوان المنتج نفسه، تمام، سعر المنتج، كم اوردر موجود، كم اوردر انباع، التفاصيل تبعته، الالوان اللي موجودة. لو نزلنا تحت هتلاقي الديتيلز الخاصة
هنا بتيجي من هنا، بتيجي برضه من هنا. هنا تلاقي اللي هو المتجر نفسه اللي انت بتشتغل على الستور، كيف تصنيفه وتصنيف المنتج نفسه، تلاقي كل التفاصيل هنا. كم معطين ده المنتج 5 ستار، كم واحد المنتج نوعا ما، هذا لسه منتج ما فيش عليه عمليات شراء كتير، ما لهوش تصويت كتير، فاحنا بنبعد عن ما لهوش فيدباك هيك شوي نوعا ما. شوف يكون ستور ومنتجات اللي عليهم تصويت كويس زي ما قلنا. هنا بتيجي على الريفيو نفس الشغلة، احنا للشرح عاملين هنا أسئلة الأشخاص تكون موجودة عندك في المنتج هنا، shipping and payment، بيعطيك shipping and payment هنا هتلاقيه موجود عندك خلال هاي خلال 5 أيام 9 أيام، موجود تراك نمبر. اوكي هذا المنتج، خلينا نشوف منتج تاني يكون free shipping. طيب نيجي نشوف منتج تاني مثلا هذا، أي منتج من المنتجات. اوكي هنا بعطيك العنوان زي ما هو قدامك. اوكي شيبينج ذا فري، هو هيو فري شيبينج زي ما احنا شايفين. كم واحد بدك، التوتال برايس، بتدفع بيبال، هو بيقبل الدفع بيبال، بيمنت هاي بيبال وكريدت كارد وفيزا، بيبال كريدت، بطاقة بيبال نفسها بيقبلها. هنا تلاقي كل المعلومات الخاصة، هنا الاسم البراند طلع لما تيجي هنا، بس هذا بالتيل تاون المنتج. هنا بتلاقي البراند نيم لما تنزل، لما تروح على بروجكت ديتيل هتلاقي اللي هو البراند نيم، اسم الشركة المصنعة، هاي اسم الشركة والمقاس تبعه، كل تفاصيل السايز الخاصة بالمنتج هتلاقيها موجودة هنا. انت بتدخلها طبعا موجودة المتوفرة، الصور بتاعت المنتج هذه خلاص. لو رحت على الريفيو هتلاقي اللي هو المنتج، شوف التصويت تبعه كيف. هو المنتج عندك مثلا 60% معطيه 5 ستار، 40% معطيه 4 ستار، يعني منتج نوعا ما كويس. يعني لو رحت هنا أسئلة الناس اللي اشتروا، هيشوفوا بيسألوا، بتقدر تطلع عليهم المنتج. قبل ما أحاول خد جولة على المنتج بشكل كامل، هاي المعلومات شو الناس تسأل، إذا في مشكلة إذا في حاجة بتعرف، عشان ما تواجهش أنت مشاكل لما تيجي تبيع المنتج. shipping and payment هنا، لأ أنت حتكون هنا موجود عندك مثلا، خلينا نطلع ماليزيا كيف بيكون. هاي ماليزيا هتلاقي من 7 لـ10 أيام، من 3 لـ7 تراك 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 طبعا الشيبينج. اوكي انت لو جيت اخترت USA، في USA مثلا تلاقي في عندهم United States، ممكن يوصلوا هم بنفسه فعليا، بنفسه ممكن يوصلوا خلال يومين، خلال يوم هو تراك مثلا. تمام ستاندرد شيبينج او USA Express حسب من 5 لـ9 ايام. في هتلاقي منتجات كتير لما تختار USA هنا هتلاقي اوريدي بيقول لك، هنا بتختار اذا بدك تختار Warehouse USA. ايوه هنا ما اخترنا USA Warehouse انه يشحن لنا من USA نفسها من يوم ليومين. شايفين هنا فري شيبينج فقط خلال يوم او يومين بكون واصله. هو تراك طبعا في تراك افيلابل، هنا شايفين تراك، التراك في عنده تراك نمبر حيكون موجود. هنا شو وسائل الدفع، بيبال تحط. احنا هنا في البنك بنفعل دروب شيبينج في البداية، البروجرام دروب شيبينج، وغير هيك انه هو زي ما قلت لكم بيدعم بيبال، وعنده ميزه بتنافس امازون اللي هي تقريبا شبيهه بالبرايم، بوصل لك اياه في يوم او يومين وفري شيبينج يكون المنتج. فهاي ممتازه جدا بالنسبه لبنجود، ممكن تشتغل عليه بشكل قوي وتجيب منتجات منه وتبدا تعرض على اي بي. انت طبعا تختار المنتجات اللي انت بدك تشتغل عليها بالتفاصيل. هيك بنكون تقريبا نهينا اللي هو الفيديو الحالي، شو هم الموردين شرحناهم كلهم كاملين. في معلومة كمان بتوضحها في آخر الفيديو، أنت لما تيجي تتواصل مع الزبون مثلا، الشخص اللي اشترى منك، أنا بستخدمها بما إنه تذكرتها من شوي، أنت لما بيبعت لك، هو بيبعت لك رقم موبايلك. إذا أنت أرسلت رسالة للشخص نفسه مثلا، بدك منه زيب كود، بدك منه شيء، هو مش مدخله في بيانات حاجة، بعت له رسالة للشخص وصل معك ما بيردش عليك، طول عليك في الرد، فأنت شو بتعمل في إيباي؟ تاخذ رقم موبايله وتضيفه عندك على الموبايل، ضيفه ممكن تلاقيه على الواتساب، اغلبه بتلاقي عنده واتساب، احكي معه على الواتساب.
تمام، هو بيرد عليك. انا اكتر مره اتواصلت مع الزبائن نفسه اللي بيشتروا من المنتج، اتصلت معه على الواتساب وتكون الزبائن عندك متاكد بيبعت لك اياها دايركت او هيك شغله. هذا عشان ما تواجهش مشكله انك تضلك تستنى زبون لحد ما يرد عليك اذا بدك معلومه منه او بدك اشي هو مش كاتبه اوريدي بيكون في في البيانات لما يجي يشتري من خلالك. هيك تقريبا انتهى الفيديو هذا الحالي. اتمنى اكون انا وضحت لكم الفكره وبسطتها قدر الامكان. الموضوع بسيط، هلا مهمتك ان انت تفوت تطلع على المواقع هذه تشوف شو اللي فيها وشو المنتجات وكيف الاسعار، قارن بينهم بالاسعار. لما دائما دائما قبل ما تيجي تاخذ اي منتج ابحث عن المنتج، خذ عنوانه مثلا. انا بدي هذا باخذه وببحث فيه في امازون وببحث فيه واشوف هو الموجود وين اسعار السعر الاقل اللي بشتغل عليه. تمام، باخذ اسم العنوان. احيانا ممكن تلاقي نفس المنتج موجود هنا ومش موجود، موجود في امازون والعكس صحيح. تاخذ عنوان المنتج وابحث عنه في المواقع الثانيه، شوف اقل سعر ممكن تحصل عليه. هو تمنا احنا معنيين احنا نشتريه باقل سعر بغض النظر عن المورد. الموردين الموجودين معنا الخمسه ممتازين، تمام. احنا معدلين ان احنا ناخده باقل سعر ويكون فري شيبينج ونحقق ربح اعلى. وصلت الصوره للجميع، حياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.